السلام عليكم. اكزرسيس نيميرو 8، الانتيغرال دو واليس سوا اي ان ايتيغال انتيغرال دو سينوس بوسونس ان. لا بروميير كيستيون ايتي ديكريير لا اون ريلاسيون انتر اي ان بلس 2 اي اي ان. ليدي سي كي نكتبو اي ان بلس 2 ما نكتبوهاش من الشكل سينوس دو ان فوا سينوس دو 2. نكتبو هنا الشكل سينوس دو 1 بلس 1 فوا سينوس. هكذا باش نقدر ندير الانتيغراسيون فار بارتي و يدو حساب يجيني. دونك انا درت هكذا ما درت الانتيغراسيون فار بارتي، ديت هادي U و هادي V بريم. طبقت الانتيغراسيون فار بارتي، خرجت لي على فان كامل ايتيغال 1 بلس 1 فوا اي ان، هاديك اي ان اي ام و اي ان بلس 2. ومن بعد هنا نشرت برك نفسه. هنا لازم نكملو باسكو واش غادي علاقه ما بين اي ان بلس 2 و اي ان. دونك هادي اي ان بلس 2 لازم ما نلقاش علاقه ما بين اي ان ونفس هادي اي ان بلس 2. دونك لازم هادي نعملها نديها من لاكوش ومن بعد نقسم على هادي ان بلس 2 ان بلس 2 باش تولي عندي علاقة ما بين اي ان بلس 2 و اي ان. ان دوزيام كيستيون، اون ديدوير اي 2 بي اي اي 2 بي بلس 1. هنا برك لازم باش نلقاو اي 2 بي، هنا قالك اون ديدوير دونك نستنتج مكانش حساب كاع. عندي انا العلاقة هادي اللي لقيتها ديجا، دونك باش نعوض كيفاش نعوض ندير 2 بي تيكالا ان بلس 2. 2 بي تيكال 1 بلس 2، ومن جبت ان واش يساوي؟ ان تيكال 2 بي موان 2. دونك وين كاين ان هنا الكود 3 نعوضو ب 2 بي موان 2. فوالا 2 بي موان 1 سور 2 بي اي اي 2 بي موان 2. هنا راهي بي، دونك حنايا مخلياش ب ان هنا، دونك نعوض بالبي خير. ومن بعد نقول لك بلي لازم المقام لا يساوي الصفر. هادي لا ميم شوز، لا كيستيون 3 مونطري كو اي ان اي ديكروسونت اي ستريكتومون بوزيتيف. دونك هادي سيت اون سويت باش نبينو متتالية بليك متناقصة ولا متزايدة لازم نحسبو الفرق اللي هو اي ان زائد واحد ناقص اي ان. انا حسبت الفرق، هاديك الفرق هاني كيما راكم تشوفو هنا، كيما هنا عندي هادي هادي، ومن دخلت الانتيغرال انتيغرال دو سا موان سا تيغال انتيغرال دو سا موان سا، الانتيغرال هذا دخلتو مع هذا. ومع ديت سينوس دو ان عامل مشترك، كي ندير سينوس دو ان عامل مشترك تولي عندي هكدا. ومن بعد هنا كاين واحد القانون يقول لك الانتيغرال دو فونكسيون موجبة تعطيك enfin la fonction اذا كانت موجبه اذا الانتيغرال تاعها يكون موجب. الانتيغرال دون فونكسيون اي بوزيتيف ايكيفا لا فونكسيون اي بوزيتيف. دونك باش نبين هذه اللي داخل موجبه، كيفاش نبين هذه اللي داخل موجبه؟ عندي سينوس دو ان دو تي راه موجب ولا سالب، دونك نخزر وين راني، راني من زيرو لبي سور دو، من زيرو لبي سور دو هاديك زيرو هاديك بي سور دو. سينوس توجور موجب، دونك سينوس دو تي سوبيريور زيرو في هاد المجال صفر بعد اثنين. دونك هادي امبليك كو سينوس ان يكون موجب بور ان ابارتيان لغروند ان. اون اوتر عندي سينوس دو تي توجور انفيريور ان، هادي معروفة بلي سينوس دو تي محصورة ما بين ناقص واحد و الواحد، وفي هذا المجال راهي محصورة ما بين الصفر والواحد. سينوس دو تي أصغر من الواحد، دونك كي ندير الواحد منها تولي سينوس دو تي موان زا انفيريور زيرو. إذا عندي هذا موجب هذا سالب، موجب في السالب تعطيك سالب هاديك سالب، والانتيغرال تاع عفسة سالبة تساوي يعطينا انت الانتيغرال سالب بيان سور. نكملو سويت
Voilà, I1 plus 1 moins I1 inférieur à 0, donc I1 est décroissante. Montrons que I1 est strictement positif, donc 0. Donc, supérieur à strictement 0. On a besoin de dire que c'est pour P2, parce que le can dire sinus de 0 est égal à 0. Donc, pour T appartient à 0 plus P sur 2, on a sinus de T supérieur à 0 strictement. Implique que sinus de n est strictement supérieur à 0, qui vaut que l'intégrale est égale, supérieure à 0. On déduit que I1, In équivaut à I1 plus 1 quand n tend vers plus l'infini. Si tu as différentiel de ça plus l'infini, on vient démontrer que la fraction de ça sur ça est égale à 1. L'inverse, mais j'ai problème, là, ou là. On sait que I1 est strictement décroissant. Donc, I1, on divise sur I1, on a le droit de à I1. Là, vous savez, c'est strictement positif. Ou, on dit IN, là, il y a Mujaba, et là, le mot à la IN, ou à la IN, là, on a IN plus 1, là, IN plus 2 sur 1 moins plus 1, la limite de 100, quand 1 tend vers plus l'infini, est égal à 1. Donc, la limite est égale à 1. Donc, la limite est égale à 1. Montrer que la suite est constante. Donc, un est égal à 1, on a soumis à un. بون كونستونت سي تعطي الحدود كاع متساويين دونك بين بحد واحد برك بين هذا يساوي هذا ولا هذا يساوي هذا ولا هذا يساوي هذا سي بون معناتها هذه راهي كونستونت دونك دونك راني اه يو ان عليك يو ان بلس عليك يو ان بلس دو عليك يو ان بلس دو ايتيكال عندي ان اي ان بلس دو عندي ديجا العلاقة تاعها انا درت هذه تاع اي ان بلس 2 هذه ما عنديش علاقه ما حبيتش نحسبها دونك هذه محسوبه ديجا عوضت هذه هذه ما عندي راح لقيتها تساوي ا اللي قبلها اللي هي ان بلس 1 هاي ان بلس 1 اي ان اي ان بلس 1 دونك هذه يو ان فو دير كو اي ان اي كونستون هنا نورمالمون تكون كيستيون احسب لا كونستون هذه حنا دوكا اوني طوبليجي نحسبها في لا كيستيون لا دينيير كيستيون اللي حسبتها عليك لا كونستونت عندي العبارة هادي تطلع شوية الورقة عندي العبارة هادي ثم عاد نعوض ان بزيرو تولي واش تولي عندي تولي زيرو بلس ان ان اي زيرو اي ان هكذا دونك لغيتها بون هنايا درت ديريكت الحساب انتوما كي تحسبوه الانتيغرال دو اي زيرو اي زيرو كي تحسبوها تلقاوه ايكال بي سور دو انا درت ديراكت هذا ثاني درت ديراكت انا كاتب هنا كالكول سامبل دونك يو ان ايكال بي سور دو اون ا دونك هذه كامل هذه هي يو ان ايكال بي سور دو وعندنا اي ان بلس ان ايكيفا اي ان هذه لا كيستيون نيميرو 4 دونك هاد الزوج نسحقهم باش نبين باش نعطي un équivalent simple de un. Donc, on dit la relation, un alors équivalent à un un heilig ou un un plus un un. Voilà ce que vous êtes à tu peux terminer la question 4. On a la relation, c'est ou c'est donc, c'est في هذه تولي au carré, un تريح وهذه كامل la question, c'est déjà. C'est égal P sur 2. Enfin, j'ai le droit de faire les racines parce que IN
Strictement, c'est supérieur à zéro. Mais la limite de P sur 2, 1 tend vers plus l'infini, P sur plus l'infini est égal à 0, on va chercher.